السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. وديما دكتور عماد كيقربنا من أسرار الطبيعة من خلال تشكيلة جميلة من زيوت طبيعية ومن المواد الطبيعية اللي في الآونة الأخيرة ولات عليها واحد الموضة، هي لالوي فيغا. هناك من يسميها بالعشبة السحرية. هاد لالوي فيغا اليوم متوفرة بها مجموعة من المنتوجات الطبيعية في الأسواق. حنا اليوم غادي نتكلموا على هاد الزيت الطبيعية لالوي فيغا، شنو منافعها وكيفاش تستعمل. نعم، ومن بعد ما هضرت على لالوي فيغا وقلت الخطورة ديالها إلا كليناها واستعملناها لداخل، ولكن عندها فوائد سحرية على الجمال ديالنا وخاصة الزيت ديالها. إذا الزيت ديالها شنو فيها؟ فيها واحد تركيز كبير ديال فيتامين سي، فيها الاملاح المعدنيه، فيها واحد الماده اللي كتسمى باللاتينيه الكاتيخين اللي هي الكاتيكين. هذه الماده هذه اللي عندها فوائد مضاده للبكتيريا وكذلك مضاده للفيروسات، وفيها ماده الفيتو ايلاستين، وهكا كيخلي هذه الزيت هذه ديال لالوي فيرا روجينيراتيف، يعني كتجدد الخلايا، كتخليها انها مضاده للجراثيم والبكتيريا، وكذلك انها كتحافظ لنا على البشره ديالنا. وشنو هما الاستعمالات اللي يمكننا نستعملوا هذه الزيت هذه؟ فكنستعملوها للبشره ديالنا، كندهنوها من الليل لليل، وهكا كنكونوا كنحافظوا على البشره ديالنا من الشيخوخه السريعه، وكتبقى البشره ديما محافظه على ديك المرونه ديالها ومحافظه على ديك الشبابيه ديالها. ثانيا يمكننا نستعملوها للشعر ديالنا كسيروم، خاصه الاخوات دابا راه مع هذا الصهد هذا وهذا الفصل الصيف دابا اللي دخل. نعم، فالشعر كيتقصف، وباش نحافظوا على الشعر ديالنا يمكننا ناخذوا غير زيت لالوي فيرا، مورا ما نغسلوا شعرنا كندهنوا على شعرنا في شكل سيروم. وكذلك حتى الا كنا غاديين بالنسبه للاخوات اللي كيمشيو للبحر ولا اللي كيمشيو للمسابح، فكندهنوا زيت لالوي فيرا في الاول في الشعر ديالنا قبل ما نمشيو للبحر والمسابح، فهي كتغلف لنا الشعر وكتحافظنا عليه من الملوحه وكتحافظنا عليه من اشعه الشمس. وهكا ان شاء الله بالاستعمال ديال زيت لالوي فيرا غادي تلقاو الصحة لا بالنسبة للجمال ديال البشرة ولا الجمال ديال الشعر. عطاك الله الصحة دكتور عماد، وتبارك الله عليك وعلى كل هاد المعلومات المفيدة. خويا عماد لاباس عليك؟ بخير اختي، الله يبارك فيك، مبروكة واشرك. الله يبارك فيك خويا عماد. عافاك عندي واحد جوج أسئلة. مرحبا. أنا بشرتي حساسة وبغيت شي وصفة للتجاعيد والنضارة، وبغيت شي وصفة لشعري كيطيح، بغيت شي وصفة ديال الزيت ما نغسلوش ديما لأن فيه الشقيقة وكيحرقني، بغيت يبقى لي في زيت شعري يومين ثلاث أيام عاد نغسل. نعم، اذا بغيتي انت يا سيروم لحل هذه المشاكل. اذا السيروم شنو هو؟ هو الزيت اللي كندهنوا مورا الغسيل. هي مورا الغسيل وصفه النظر هذه الوجه والتجاعيد. التجاعيد، واخا خليك في الاستماع لان ثلاثه ديال الاسئله هذو راه كيعاودوا كيتطرحوا عند الاخوات باش ان شاء الله نعموا الافاده. صافي. حتى الترهلات ديال الوجه الله يرحمها، هذيك البشره حساسه خويا عماد الله يسهل عليك. نعم، اذا التجاعيد والنظره ديال الوجه غتكون ان شاء الله وصفه اللي غتجمع هذا الشيء كامل. فاطمه قول لي انت، شنو رايك في هذه الحمله ضد الميكا والبلاستيك في بلادنا؟ واش منخرطه فيها، مشاركه فيها؟ لا ما مشاركاش. لا واش متبعه شنو طريف لمحاربه هذا الشيء ديال الميكا والبلاستيك؟ تبعتي شويه؟ غير كنسمع غير دوك الاعلانات في السوبر ماركت الاشهار. نعم. ديال المرجان وداك الشيء. نعم. كيكتبوا صافي بلا ما نذكروا الماركات. اذا واش انت مستعده انت تغيري الاستهلاك ديالك من ميكا باش نحافظوا على بلادنا وعلى البيئه لوليداتنا؟ الا كان البديل باش نبدلوا الميكات، لان الميكات دابا ولاو كنستعملوهم في اي حاجه في اي كذا، لا كان البديل علاش لا؟ ان شاء الله هي الاولى. فعلا، وتبارك الله عليك وعلى هذه الحكمه ديالك اخت فاطمه، تحيه كبيره لكم فاس. تهلاي لي في راسك. الله يرحم والديك. مرحبا بك دائما على راديو اصوات. حنا غادي نجاوبوك طبعا. معنا ليلى من مراكش. السلام عليكم ليلى. السلام عليكم. مرحبا بك على راديو اصوات. الله يبارك فيك اختي سناء. مرحبا، شنو سؤالك للدكتور عماد؟ السؤال ديالي هو واحد الوصفه كنت سمعتها في الراديو لطبيب الاسنان، هي الفاخر والملحه الحيه والعسل الحر. بغيت نسول واش هذه الوصفه مفيده للاسنان للطبيب ديالهم ولا لا؟ نعم، فقلنا الفاخر، الملح الحيه والعسل الحر. واخا، اذا بعد الفاخر ملي كندقوه مزيان خصو يتغربل. انا غربلته. وهذه ماشي وصفه ديالي هذه، يعني سمعتيها؟
لا سمعتها في واحد الراديو اخر بلا ما نذكر الاسم. نعم نعم. اذا غادي تغرب لي الفخر، هذه وصفه راهي وصفه تقليديه، غنغرب له الفخر. غير الملح الحيه حاولي انها تدقيها مزيان، ما تخليهاش هكاك قاصحه ياك، ولا من الاحسن تدقي الفخر وتدقي الملح الحيه تخلطيهم وتغرب ليهم في الغربال الرقيق، هذاك الغربال ديال الحنه. علاش؟ باش ديك الغبره ما كتجرح ليناش السنان ديالنا، وديرها مع العسل الحر ماشي مشكل. صافي. اذا الوصفه ماشي مشكل، غير هي كيفاش طريقه الاستعمال، ندقوا الفخر مع الملحه ونغربلوه في الغربال الرقيق، وان شاء الله غادي يساهم في تبييض الاسنان. الله يبارك فيك اختي، شكرا بزاف على هذا البرنامج. مرحبا. بغيت نقول لك انا هذه عامين وانا كنحاول نسافر، اول مره كيشد لي الخط. ايوا الحمد لله على سلامتنا. بزاف اليوم. الحمد لله على سلامتنا يا صفاء، وحنا في الخدمه وكلنا اذن صاغيه. مرحبا بك، شنو طلبك للدكتور عماد؟ الله يخليك اختي، كان عندي واحد جوج اسئله. السؤال الاول هو انني كنت حامله وبقى لي بحال الكلف في على مستوى الخدود. شحال هادي باش ولدتي؟ شنو اختي؟ شحال هادي باش ولدتي تبارك الله؟ ثلاث سنين تقريبا هادي. وما خليتني درت لهم صراحه، مشيت عند الدرماتولوج وقال لي بلي بشرتي ولات حساسه بزاف وما غاديش يحيدوا لي هاد ليطاس. وبقى فيا الحال بزاف، بغيت يعني الا كان شي نوصل المساعده، لان ما عنديش يعني شي طاش كثارين. مي قال لي واخا هكا قبل ما غاديش يحيدوا لك. دكتور عماد، عندك واحد الوصفه ناجحه 100% اللي جربوها الكثير من السيدات وعطاتهم نتيجه رائعه. نعم، فالوصفه ديال الخرقوم بلدي. اذا الوصفه ديال الخرقوم، غير بغيت نسول الاخت واش استعملتي، كتستعملي لي كخون ولا ما كتستعمليش فاش كنتي حامله؟ كنستعمل لي كخون دائما. اي انا قال لي بشرتك ولات حساسه بزاف نعم. اذا دابا غير باش نعم، غير باش بين قوسين، بعدا كاع الاخوات دابا اللي كيسمعونا وعندهم بشره حساسه بزاف، فلي كخون اللي غادي تستعملوا في هذا الصيف وخاصه في هذا الوقت هذا ديال الحر، ضروري تمشيو عند الصيدلي وتسولوه على لي كخون اللي كيصلح للبشره حساسه بزاف، لان ماشي اي ايكرون يصلح لكم. فهمتي؟ اذا البشره حساسه بزاف ضروري خصها واحد النوع خاص ديال ليكرون. بالنسبه للوصفه ديال التبييض وكذلك كاع الاخوات اللي كيسمعونا، فغادي نعاود الوصفه اللي الحمد لله كتعطي واحد النتيجه كبيره. غادي تاخذي الخرقوم بلدي، معلقه صغيره، العسل الحر جوج معالق كبار حتى لثلاثه ماشي مشكل، ومن بعد كتزيدي واحد المعلقه صغيره ديال اي زيت عندك في الدار من الزيوت الطبيعيه. هذا الخليط غادي تخلطيه مزيان في حمام مريم، تبقاي تخلطي 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 حتى يولي عندك واحد الخليط متجانس. شنو هي متجانس؟ كيولي اللون ديالو موحد، وكتخليه يبرد، يعني غير تحطيه واحد شويه يبرد. ملي كيجمد هذا الخليط كندهنوا به المشره ديالنا، كنديروا به واحد الماساج ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنخليوه في البشره ديالنا من 30 حتى 40 دقيقه. والعمليه وكنغسلوه عادي، والعمليه كنديروها ثلاثه المرات في الاسبوع، وغادي نداوموا عليها واحد المده من 3 شهور حتى 4 شهور، وان شاء الله ملي البشره كتصفى كيمكننا نبقاو نعاودوها مره في الاسبوع ونداوموا عليها. والسؤال الثاني صفاء، سؤالك الثاني. واخا اختي، السؤال الثاني هو ان شعري ثاني كيطيح بزاف بزاف بزاف، و يعني عندي تساقط بسبب الوراثه، بغيت نسولو يعني الا كان تساقط بسبب الوراثه واش ما عندوش حل؟ نعم، بغيت نفهم بسبب الوراثه شنو، واش المهم عندك كيطيح لها الشعر ولا شنو، ولا ما فهمتش بسبب الوراثه؟ كثير من الطبيب هو اللي قال لي عندك هذا التساقط وراثي، قلت له يعني حنا ما عندناش في العائله يعني شي صلاه ولا شي حاجه، ما عندناش نعم. تساقط كثيره. واخا. يعني قال لي بلا ما تبقى تضيع فلوسك، راه التساقط عندك وراثي. نعم، فانا غادي نساعدك ان شاء الله، وكثير من الاخوات عاودوا طلبوا مني باش نعاود الوصفه الهنديه ديال الشعر وديال تساقط الشعر، فانا كنقترح لك تبقاي في الاستماع ان شاء الله، وغادي نعطيكم هذه الوصفه هذه نعاودها. وتهلا لي بزاف راسك صفاء، خليك في الانصات لانه غادي ان شاء الله نقدموا لكم هذه الوصفه اللي هي شامله وجامعه. معنا الاخت وفاء، السلام عليكم. صباح النور اختي سناء. صباح الخير. 10 اواخر مباركه ان شاء الله بالحنا والمغفره. شكرا، حنا وياك ان شاء الله. خويا سناء، اخويا مقبوله مقبوله، رمضان هذا انا عارف. الصباح اول مره تجي يا اخت. مرحبا مرحبا اختي، انت بين خوتك الله يبارك فيك، تفضلي. سهل عليك خويا عافاك، عندي واحد جوج الاسئله. الله يرحم ليك الوالدين. مرحبا بكل فرح. خويا عافاك، عندي واحد الاخ ديالي صغير في العمر ديالو 7 سنين. يلا يخلي لكم.
وخويا عفاك كياكل مزيان تينعس مزيان يعني الصحه ديالو مزيانه يعني حركي وانما عنده واحد المشكل كي مثلا كتقول النهار دايز عنده مزيان وكيتقي على الاقل كيرد جوج المرات ثلاثه الا ما تقيش كاع كيرد مهم ضروري خصوص النهار داك رضان ودوزنا لي عند الاطباء يعني تيقول لك اكثر من طبيب ديال الجهاز الهضمي وتيقول لك يعني ما عندوش شي مشاكل اللي هي ودرنا ليه بزاف التحاليل تيقول لك ما عندوش حتى شي مشكل بقى له حل واحد انه مثلا يدير التيو نعم فهذه احسن حاجه انه يدير تيو علاش لان باش يشوف المشكل شنو كاين فيه لان الا ما شفناش من الداخل ما غنعرفوش غير هو دابا الاخ كيفاش دابا خصكم تتعاملوا معاه ان حتى الماكله غادي تولي متقسمه اذا هذا كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما كيبغيوش انهم الماكله تتكال في دقه واحده اذا داك الاكل ديالو تقسموا ليه تعطيو كيفاش نقولوا داك الماكله مين يبغي ياكل يتقسم لواحد الكميات قليله اذا ياكل شويه ويرتاح ويعاود ياكل شويه ويرتاح وهي غاديه هذه من جهه اخرى انه غادي الماء يشربوا يا اما نص ساعه قبل الماكله ولا نص ساعه مورا الماكله لان حتى الى مثلا كلا وخلط بالماء او خلط بشي حاجه سائله الماكله ديالو فهنا كيمكن يوقع عليه هذا المشكل هذا علاش لان كيولي داك الغفل يعني داك الترجع كيولي عنده يومي وهذا الترجع ما كيبقاش كيتحكم فيه الداس ما كتبقاش كتحكم فيه اذا هنا باش نتجنبوا هذا المشكل هذا الا كان هو الطبيب كيقول لك ما كيعاني من والو فمن الاحسن وباش الانسان يحيد الشك يمشي يدير هذاك التيو وما يخافش منه باش يشوف شنو كاين الا ما كاين والو فاستعملوا له هذه المساله هذه ثانيا انه تولي تعطيه واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر ونص معلقه صغيره ديال اليزير اذا نص معلقه صغيره ديال الزعتر ونص معلقه صغيره ديال اليزير كنخويو عليها واحد الكاس صغير ديال الماء مغلي طلق السبوله ديالو ونخليوه يطلق اذا ملي كيطلق هذاك الكاس مزيان كان كيولي كيقسموا على جوج كيشربوا نص ساعه بعد الغداء ونص ساعه بعد العشاء لان هادو هما الوقيتات اللي كتكون فيها داك الترجع بواحد الكميه كبيره ويداوم عليه وان شاء الله غادي يلقى الراحه ديالو اتفقنا اخويا عماد بالنسبه للرضان ديال حتى يشرب الماء تيردو نعم وبالنسبه كيتشكي حتى من واحد المشكل مره تيقول لك العمق ديالي كيضرني يعني بحال اللي طالع لي الدوخه من العمق ديالي تيقول لك ايوا اذا هذه غادي تقدر تكون مشكله ديال الدوخه اذا الا الدوخه خصو يشوف الطبيب اولا بعد ديال الاذن والانف والحنجره من مورا خصو يشوف الطبيب ديال العينين هادو من المسائل هاد المسائل ما كانش فيها حتى شي مشكل يمشي يدير بعدا التيو ويشوف الامور شنو كاين صافي ما يكون باس عند الاخ ديالك وفاء ناخذ سؤالك الثاني ثاني عفاك بالنسبه للزيت الخروع واش شي وصفه عفاك واش مزيانه المشكل القبض ولا لا سؤال جميل انا ما بغيتش اخويا عفاك عندي زيت دابا في الدار ما بغيتش نستعملها نهائيا حتى نستشر معك خصوصا كنشكرك بزاف اختي على هذا السؤال هذا وهذه من الوصفات القديمه الشائعه هي اننا نشربوا الزيت ديال الخروع حيت واحد العشاب اللي خدينا عند واحد المعشبه قال لك ديرها في معلقه صغيره ديال معلقه صغيره في كاس ديال الماء وانا يعني خفت ما بغيتش نستعملها حتى نستشر معك وهذا بعدا اصلا هذا الانسان هذا السيد هذا بعدا باش كنقولوا داوي الاختصاص بعدا كيفاش غدير تخلط زيت الخروع مع الماء انا ما فهمتش الزيت مع الماء كي غدير تخلط بعدا هذه مساله ثانيا ان زيت الخروع فيها مواد سامه شوفوا حنا ملي كنقول لكم انا مثلا نديروها للشفار ديالكم ولا لشعركم عندكم تكاسكم في عينيكم هادو غير العينين ما الساعه كي شربناها لداخل اذا زيت الخروع ماده سامه ووصفه القديمه اللي كانت كتشرب فيها زيت الخروع راه هذه تقريبا في 1920 في اوروبا ما بقاتش كتستعمل هذه الوصفه هذه واكتشفوا انها فيها مواد سامه وهذه الماده هذه سامه للداس ديالنا اذا زيت الخروع نتفاداوها ما نشربوهاش عندك مشكل ديال القبض ولا اي واحد ناخذ معلقه صغيره ديال زيت العود كل صباح على الريق ونداوموا عليها ماشي مشكل والا جاتنا مثلا ما قديناش نسخنوها واحد شويه ونزيدوا فيها واحد شويه ديال الكمون وناخذوها من الصباح للصباح علاش لان زيت العود كتقوي لنا الكبده وكتخلي ديك ماده الصفراء اللي كتولي كتفرز مزيان في المصارن وكهذا المشكل هذا كيحيد وتحيه لك وفاء زيت الخروع اذا لا يؤكل نهائيا اختي سناء لا يتخلط لا في الماء السخون ولا الماء بارد ولا مشروب ولا عصير ولا والو بالنسبه لزيت الخروع عندنا سؤال على الصفحه ديال الفيسبوك عليه من كوثر اللي كتسولك دكتور عماد على المده اللي كتستعمل فيها واحد الوصفه فيها الخرقوم البلدي زيت السالميه زيت الخروع والعسل الحر غاسين فيتا واحد سوان سميتو غاسين فيتا اليسونس دو سوج واش هي زيت السالميه عافاك جاوبها
لا سوجيه السلميه نعم. والمده اللي تستعمل فيها هذه الخلطه فيها الخرقوم البلدي وزيت السرميه وزيت الخروع والعسل الحر. فالمده يمكن لها تستعملها من يومين حتى 3 ايام اقصى حد، لان العسل ما كنستعملوش بزاف للبشره ديالنا، لا للبشره ديال الوجه ولا الجلده ديال الشعر، اكثر من 3 ديال المرات في الاسبوع، ونداوموا عليها 3 شهور، مده ديال 3 شهور. وشحال الوقت منين دير هذا الماسك؟ الماسك منين دير الماسك ما تفوتش 40 دقيقه. ماشي كثر. ماشي كثر نعم. على الخط معنا فاتحه من الدار البيضاء. السلام عليكم فاتحه. ثم كيدير الاخت سناء؟ لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد، مرحبا بك. ربي يخليك، تشرفت انني نتكلم معك اليوم. الله يكبر بك، شكرا. ربي يخليك. عارفك بغيت نسول خويا عماد. مرحبا. كيدير خويا عماد؟ لاباس عليك؟ بخير اختي، الله يبارك فيك. مبروك عواش. مبروك عليكم، ربي يخليك. الله يبارك فيك. نعم اختي. ان شاء الله صحه وسلامه وطول العمر. اللهم امين اختي. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ عافاك اخويا، انا خديت زيت ديال الجليسيرين وزيت ديال الخروه، نبدا نديرهم للشعر ديالي. انا بغيت عافاك نسولك شحال الكونتيتي اللي ندير فيهم بزوج، ما بغيتش نخلط حتى نعرف شحال القياس ديالهم بزوج، شحال ندير مع بعضهم. بغيت نعرف الوصفه شنو بغيتي ديري. لا انا غير سمعت قالوا لي مزيان الشعر زيت الجليسيرين والخروه، انا الشعر ديالي كيطيح ليا ومتقصف. واخا، بعد اولا زيت الجليسيرين خصها تكون زيت جليسيرين طبيعي، هذه من جهه. لا طبيعي وحتى المكان اللي خديته موثوق. ايوا صافي. ايوا اذا غادي تخلطي زيت الخروع مع زيت الجليسيرين، ديك القرعه قرعه، تفاهمنا؟ ولكن غير غتشقي بها شعرك وتغسليه، ما خصكيش تباتي بها ولا تخليها في الشعر ديالك. اذا غتشقي بهم شعرك، تهني بهم الجلده ديال شعرك وشعرك، تخليهم مده ديال ساعه ومن بعد تغسليهم. صافي؟ والعمليه ديرها جوج ديال المرات في الاسبوع، فهي غادي تنفع الشعر ديالك ان شاء الله. كان عندك سؤال على السيكاتريس فاتحه؟ عندي سؤال ثاني ديال ديك الوصفه اللي قلتي لنا ديال غذاء ملكه النحل والعسل الحر. انا في غذاء ملكه النحل انت كنظن قلتي لنا واقيلا بودغ ديك غذاء ملكه النحل. ماشي مشكل، ماشي مشكل. انا اللي خديت لقيتها خديت 10 غرام. ماشي مشكل، انت غذاء ملكه النحل سواء لقيناه يابس ولا لقيناه جاري يعني داير بحال العسل ماشي مشكل، فنفس العمليه معلقه صغيره بجوج معالق كبار ديال العسل الحر، وما كاين باس اننا نزيدوا حتى واحد المعلقه صغيره ديال البروبوليس وندوبهم في حمام مريم. علاش حمام مريم؟ باش يذوب لنا العسل ويذوب لنا دوك المواد اللي تخلطوا مزيان، كتولي واحد الكريمه، ديك الكريمه كنديروا بها مساج على البلاصه اللي فيها السيكاتريس كنبغيو نحيدوها، مساج ديال 10 ديال الدقائق كنخليوها 30 دقيقة وكنغسلوها. اللي عندهم سيكاتريس قديمة يداوموها يوميا مدة من حتى 4 شهور، واللي عندهم سيكاتريس غير خفيفة يداوموها نهاريا نهار لا مدة ديال 3 شهور. وحنايا مواصلين دائما معكم. الآن غنشوفوا سؤال الأخت حنان معنا من سلا. السلام عليكم. السلام عليكم أخت سناء. مرحبا بك على راديو أصوات. الحمد لله. شكرا لك حنان. حنا وياك. كيف دكتور عماد؟ بخير أختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. لينا وعليك الصحة والعافية. نعم أختي، شنو السؤال؟ عندي واحد السؤال. بنتي عندها ديطاش، واحد 16 ماشي زعما كثيرة، تحت عينيها. شحال في عمرها البنية؟ عندها 18 الآن. تبارك الله هذه راعاتك. الله يخليها لك اختي. شوف الام كتبقى تهضر على بنيتها دائما بحال الا شي بيبي، تحبني غتقول عندها شي عامين ولا 3 سنين، ما شاء الله. دكتور عماد اشنو تقول لهذا العاتق ما شاء الله ينجن في يد هذه، شنو تقول لها لماماها؟ فغادي نقول لها انها تاخذ لها الزيت ديال الشاي، يعني زيت اتاي والزيت ديال المشمش. ما لقيتيش زيت ديال اتاي، إذا زيت ديال أتاي وزيت ديال المشمش، معلقة كبيرة من كل زيت، كنخلطوهم. نعاود هذه الوصفة هذه كتصلاح الناس اللي عندهم الكحولية تحت العينين ديالهم، وخاصة البنيتات الصغيورين، البنيتات يعني 16 17 18 اللي كيكونوا في سن المراهقة، فهاد الوصفة هذه ما غاديش تضر لهم بالعينين ديالهم. إذا شنو غناخذوا فيها؟ زيت المشمش وزيت أتاي، معلقة كبيرة من كل زيت، غادي يوليو كيدهنوا بها من الليل لليل حول العين ديالهم ويداوموا عليها دائما، فهي كتساعد لهم البشره ديالهم. ما لقيناش مثلا زيت اتاي، ما لقيناهاش ما توفراتش، غادي ناخذوا زيت المشمش، هي كاينه كثيره. اذا 3 المعالق كبار من زيت المشمش، وكندير واحد نص معلقه صغيره ديال حبوب اتاي. نعم. كنديروها في ديك الزيت، كندفيوها واحد شويه في حمام مريم حتى كتطلق هذيك الزويته، كتطلق فيها دوك الاتاي، كتطلق دوك المواد ديالو، ومن بعد كندهنوها على حول العين ديالنا من الليل لليل.
صافي اتفقنا. تهلا تبارك الله البنت ديالك الله يخليها لك وتفرح بها كيف كتمنى حنان. قبل ما نوصلوا للقرعه عندي واحد الاسئله اللي خصني ضروري نوصلهم لك دكتور فريدة اللي كتسولك دكتور عماد على الكرش ديالها عندها فيها واحد الحبيبات صغار قالت لك بحال دمهلات ديال الحريق وشويه ديري لها القيح شنو دير لهم وكيكبروا. نعم فهنا خصها ضروري تاخذ مضادات حيويه تشوف الطبيب بعدا وتاخذ مضادات حيويه لان كاين بعض التعفنات اللي كتعطي هذا المشكل هذا. في الطبيعه غادي تاخذ الخل التفاح طبيعي وغتولي كدهن دوك البلايص اللي عندها في هذا المشكل. هناك سؤال ديال الاخت سوريا الله يجازينا بخير قالت لك سؤالها على زيت البلزاميك ونبته البلزاميك هنا موجوده في بلاد الاغريق كيف كتبات كتحضرها زيتها يا ريت تناول ليها هذا الموضوع من فضلك باش تعمل فائده وشكرا لكم. اذا سوريا فهمنا انها من مغاربه الخارج. نعم فتحيه لكل مغاربه الخارج كنبارك لهم العواشر. هي زيت الحبق اذا زيت الحبق عندها فوائد كبيره لا بالنسبه للبشره لا بالنسبه للشعر وكذلك تعتبر مضادات للاكتئاب. اذا يا اما دهنها في البشره ديالها من الليل يا اما دهنها على الشعر ديالها من الليل او منين تغسل شعرها وكذلك تستعملها الا بغات دير بها واحد المساج مثلا اذا كانت مرتاحه في الدار. ريتاج كتسولك دكتور على وصفه باش تحبس التكاثر ديال الخيلان في الوجه وفي الظهر ديالها بكثره. فالاخت كنقول لها ان هذا خليقه ديال الله سبحانه وتعالى وهذا الامور هذه كتكون مساله وراثيه. الحد منها ما كاينش شي طريقه نقدروا نستعملوا مثلا الزيت ديال الزعفران الحر، زيت الزعفران الحر كنوليو كندهنوها في هاد الام في هاد البلايص هادو من الليل وكنداوموا عليها يوميا مده ديال 3 شهور. مامينا دا كتسولنا على واحد السيده اللي عندها 40 سنه وقالت لك البشره ديال وجهها سنسيبل يعني حساسيه مفرطه اللي دارت له كيخرجوا لها فيه الحبوب كبير بغات منك دكتور وصفه اللي غادي تريح البشره ديالها ولكل السيدات في الحقيقه اللي كيعانيوا من هذا المشكل. نعم وكذلك باش نجاوب على الاخت فاطمه اللي عندها مشكل ديال التجاعيد وكذلك بغات شي حاجه النظاره ديال البشره. هي البشره حساسه. نعم اذا هنا غنعطي وصفه شامله وكذلك حتى الاخوات اللي ما عندهمش بشره حساسه يستعملوها. غناخذوا زيت لالويفيرا، غادي ناخذوا زيت الورد وزيت القرقع. زيت لالويفيرا، زيت الورد، زيت القرقع، معلقه كبيره من كل زيت كنخلطوهم مزيان، وهذاك الخليط كنوليو كندهنوا به بواحد المساج ديال 5 دقائق من الليل وكنداوموا عليه يوميا، وهكا كنقويو البشره ديالنا، وهاد لالويفيرا ولا القرقع كيعاود يرجع لنا ذاك البشره اللي كتفقد. اذا هذه تصلح حتى للراديه اللي كتقول لنا انه البشره حتى هي عندها حساسه وناشفه. نعم بالفعل راديه من الرباط احنا جاوبنا عليك وجاوبنا كذلك على الاخت ندى. عندنا سؤال من عند واحد الاخت اللي كترغبك دكتور عماد تفيدها على صدفيه حكه مفرطه عندها في الشعر ديالها وكتقول لك يعني يعتقها. نعم. اشنو دير؟ فغادي ناخذوا الويلدو جيرانيوم يعني زيت العطرشه. زيت العطرشه. زيت العطرشه. زيت طبيعي ديال العطرشه. زيت طبيعي ديال العطرشه وزيت طبيعي ديال مرد الدوش. معلقه كبيره من كل زيت. اذا هذا عطيتكم غير القياس ولا مثلا شريتوا قرعه ديال 30 ملل ولا 60 غنخلطوا هاد القرعات هادو كاملين وكنوليو كندهنوا بهم من الليل كاع البلايص اللي عندنا فيهم هذا المشكل هذا ديال الصدفيه. الا ما لقاتش السيده زيت العطرشه. فزيت العطرشه غتشري العطرشه واحد معلقه صغيره ديال العطرشه وغادي تزيد عليها تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون ودفيهم في حمام مريم وتخليها حتى تطلق مزيان واحد اليومين. تدفيهم في حمام مريم وتحطهم حتى يطلقوا واحد اليومين وتولي تستعمل ديك الزيت. العطرشه هي شنو كتشبه اللويزه كتشبه النعناع. نعم فهي عشبه لا هي كبر منهم شويه وكذلك راه معروفه الناس اللي كيكون عندهم كيبيعوا هذا الشيء ديال النعناع والامور ديال التلقيمه فهما كتكون عندهم هاد العطرشه ما كانتش عندهم راه عند العشاب كتكون في ناشفه. الاخت مروه كتسولك على الشعر ديالها ناشف اشنو دير ليه مع العلم انها كدير ليه زيت اللوز الحلو. نعم فهنا غادي نجاوبوا تاع الاخت فاطمه على السيروم اللي قلنا للشعر اللي غادي ندهنوه دائما. تساقط الشعر وعندها مشكل ديال الشقيقه. واخا ما نغسلوا الشعر ديالنا اذا غادي ناخذوا زيت البرتقال وزيت الزعفران الحر وقاع قله. اذا زيت البرتقال وزيت الزعفران الحر 3 معالق كبار من كل زيت كنزيدوا عليهم واحد 5 ديال الحبات ديال قاع قله. غندفيهم واحد شويه في حمام مريم باش ديك عقله كتطلق لنا المواد ديالها ومن بعد كنخليوه ساعتين وهذاك الخليط كنصفيه في واحد القريعه وكنخليوه بديك عقله ديالو كنوليو كندهنوا به الشعر ديالنا من الليل وكنداوموا عليه دائما يعني ما عنده حتى شي مضره وخا نستعملوه مده طويله.